أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. توقعات الأبراج ليوم 1 مارس 2023 الموافق الأربعاء، هيشهد اليوم الأول من شهر مارس مشاكل، محاكمات كتيرة هتبتدي تواجهك في الأسابيع اللي جاية. كفرد من أفرادها لازم يكون عندك جزء من أجزاء المجتمع أو البلد اللي انت بتبتدي بتعيش فيه، هتتجنب انك تتوقع اي التزام بمستندات او حتى عقود في الفترة دي، هيبقى فيها طابع مالي اكتر في اليوم ده. حتى في شغلك هيكون عندك كتير من الاهتمام النهاردة بالمهمات اللي هتبقى عندك في وقت محدد ومفروض تنفذها. مش بحبذك في اليوم ده عشان تحل مشاكل أسرتك أو حتى الممتلكات اللي عندك أو حتى إنك تتعامل معاها. هتقضي اليوم بعض من وقت فراغك في إنك تتكلم في اجتماعات مع أصدقائك القريبين ليك، وهيكون لديك تأثير كويس جدا على حالتك المزاجية وحتى احترامك لنفسك. لكل اللي اتولدوا في برج السور والعذراء والجدي، هتكون تجاربكم الرئيسية في يوم الأربع مرتبطة بنساء النهاردة والأخبار اللي هتتلقوها من خلالهم. هيدعوك صديقك النهاردة أو حتى شخص قريب منك لموعد لازم تمشي معاه، حتى لو كان في مطعم أو حتى في مكان لطيف تاني. اليوم هتبقى بتميل لأنك تقبل أحداث كتيرة ببهجة ونظرة وتفاؤل النهاردة أكتر لمستقبلك يا سور ويا عذراء ويا جدي. هيكون عندك محادثات كتيرة هتبقى بتتعلق برحلة بيقترح عليك شخص النهاردة إنك تقوم بيها، خاصة في الأيام والأسابيع اللي جاية ليك. هيتطلب منك النهاردة الوضع ده شوية نفقات في اليوم ده، لازم تبقى منتبه ايه هي الضروري منها وايه هي اللي ممكن تندم عليه في الايام اللي جاية ليك. بالنسبة ليك يا سور، النهاردة هيجيب اجتماعات واتصالات مع اشخاص من مكان قريب او بعيد، هيبقوا بيقدموا لك معلومات كتيرة فيها فوائد مالية بالنسبة ليك. اما بالنسبة ليك يا عذراء، هتبقى بتطلب جهات اتصالك النهاردة انك تهتم بيهم اكتر، مش بس الخوف، لأ هيجيب ليك النهاردة التزام، هيبقى بيتعلق بشخص من بيئتك القريبة حابب انك تهتم بيه. بالنسبة ليك يا جدي، هيبقى بيتطلب النهاردة انك تكمل كل المهمات المنزلية اللي عندك عشان تلاقي كتير من الصبر والتسامح مع اي رأي او رغبات في افراد اسرتك في اليوم ده.